البنات لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ كيف بقات صحتكم؟ مزيانه توحشتكم كيف ما توحشتوني. فيديو جديد، نهار جديد، كونساي جديد، علاش لا؟ ديما لبنى معها الجديد، وانتم طلبتوا هذا الفيديو. هذا الفيديو اللي قبل اللي تحت التالي دابا. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، فريمون شكرا لكم بزاف. كان فيه واحد التفاعل اللي هو زوين بزاف، كنشكركم على الدعم ديالكم. وغنبغي نطلب منكم السماحه باسكو تسمعوا الصوت ديالي شويه بحال. الناس اللي قدامي خلاص معايا راه عارفين الصوت ديالي المشكل اللي عندي، مرة تيوقع لي هذا المشكل هذا. تا كنت كنغبر، دابا مابقيتش نبغي نغبر، واخا صوتي بحال تقبلوا عليا حيت نتوما كتبغوني وانا كنبغيكم، وغنديروا هذا الفيديو هذا حيت نتوما طلبتوه. كما قلت لكم البنات لهاد لا فيديو، بزاف ديال الاخوات قالوا لي عافاك البنات الا كان ممكن شي فيديو تكون شي وصفه بليطو، شي وصفه تكون سريعه نقدروا نخدموها، نقدروا نزيدوا بها في الوزن، ولكن تكون خفيفه باسكو هاد الصيف هذا حاس الحراره سخونه وما كتمشي لنا الشهيه. علاش لا ما نديرش معكم هاد لا فيديو هذا اللي فريمون البنات زوين بزاف 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 عن تجربه. اول حاجه وليت كندير لكم لي فيديو قصارين باش ما تملوش وباش كلشي يتفرج وباش تستافدوا، وهذا الطلب ديالكم نتوما وانا يا البيتو. كيف ما قلت لكم البنات جوج مكونات اللي غادي نزيدوا بهم الوزن، فريمون شي حاجه طوب، شي حاجه مبلبله، شي حاجه مفرقعه، كلمات جداد مع لبنى تعلمتهم. المهم كيف ما قلت لكم ناخذوا الوصفه، ناخذوا واحد الكاس ديال الماء سخونه بزاف بحال تمري به اتاي طايب، كنقولوا حنايا طلق السبوله طايب بزاف سخون. كنحمروا واحد الكاس اللي هو كاس كبير، كنديروا فيه جوج معالق ديال الزبيب العنب المجفف، من الاحسن يكون الاسود، جوج معالق ديال الزبيب من الاحسن يكون الاسود، وجوج معالق ديال الجنجلان سمسم، العنب المجفف اللي هو الزبيب والسمسم اللي هو الجنجلان. كنديروا جوج معالق اللي هما ربعه كيوليو لنا جوج ديال السمسم وجوج ديال الجنجل ديال الزبيب، كنديروهم كنخليهم ليله كامله في داك الكاس. من بعد البنات شنو كنديروا؟ كنقبطوا داك الكاس كنديروا في مولينيكس وكنخلطوا الكل، كيولي لنا على شكل مشروب بحال عصير. يتقدر برضو تقدر البنات الا كنتي كتبغي هذا العسل تقدري تزيد واحد المعلقه، ما كتبغيهاش ما تزيديهاش. مي هو العناصر الاساسيه هادو بجوج، الزبيب والجنجلان، كنديرهم في واحد الكاس كنخليهم ليله كامله، كنوضو في الصباح كنطحنوهم في مولينيكس كنشربوهم النهار كامل، ما كنشربوهاش كامله في دقه واحده الا داك الكاس اللي طحنا كنقسموه على ثلاثه، كنديرو في واحد القرعه ديال الماء ديال الدجاج بيتو كنسدوها محكمه كنخليوها في الثلاجه وكنقسموها على ثلاثه ديال المرات، مورا الفطور مورا الغدا مورا العشاء، ماشي قبل البنات، مورا الغدا مورا الفطور مورا الغدا مورا العشاء. هذه الوصفه ما فيهاش شي وصفه كثير، قليله خفيفه ولكن مضمونه 100%. كنتمنى منكم تجربوها وتجيو تردوا لي في كومونتير، فريمون تشكروني عليها بزاف 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 بزاف. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى يعجبكم، ان اعجبكم ما تخرجوا ليا بلي لايك بلي كومونتير بلي جيم ديالكم، كنموت عليكم. يا فيديو قبل ان شاء الله ما تزابيوش.